السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. بعد إذن حضرتك يا شيخ، أنا عندي سؤال. حد من قرايبي فقير محتاج جدا، فأردت أن أعطيه بعض من فوائد يعني المال اللي بتخلص منه، لكن عن طريق أحد الوسطاء حتى لا يعلم أصلا من صاحب المال، فلن يبقى علي أي شيء منه، هل هذا يجوز؟ تفضلا. لي مبلغ أخذت فوائد فأردت أتخلص منها لأحد أقاربي الفقراء جدا، فأعطيتها الوسيط حتى لا يعلم أني صاحب المال، حتى لا يعود علي منه أي نفع. أخوك يعني ولا حاجة تانية؟ لا خالي يعني. ممكن إن شاء الله ممكن تذكرها خالي. بالطريقة التي ذكرتها أنت.